هنروح مع حضراتكم لمحافظة القليوبية اللي بتشهد زيادة معارض أهلا رمضان، وصل عددهم ل15 معرض، وده طبعا الهدف منه توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وده ضمن خطة الدولة للاهتمام بزيادة المعارض في المحافظة. التفاصيل هنعرفها أكتر معانا على تليفون الأستاذ عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية. صباح الخير عليك يا أستاذ عيد. وخير يا فندم. أعداد تم افتتاحها لغاية دلوقتي من المعارض والمنافذ في محافظة القليوبية، لو تكلمنا عن هذه الأعداد وتكلمنا عن المنافذ وأماكنها. صباح الخير على حضراتكم، كل عام وحضراتكم بخير، واسمحوا لي بداية أهني القيادة السياسية والشعب المصري بحلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. احنا امبارح اتممنا المعرض رقم 15 من معارض اهل رمضان، بالاضافه الى 20 شادر منتشرين على انحاء المحافظه بالكامل، ليكون عدد المعارض والشوادر 35 معرض وشادر على مستوى المحافظه. الاسعار في المحافظة السكر المبادرة بيبتدي من 27 جنيه، الرز الرقيع بيبدأ من 27 جنيه والعريض من 30 جنيه، الزيوت شهدت هبوط في الأسعار الفترة الماضية، على منتصف الأسبوع الماضي هبطت لدرجة إن الزيوت بدأت من 40 جنيه لسعة 600 لتر 650 لتر. وسعة اللتر بيبدأ من 60 جنيه، مع بداية المعارض كان بيبتدي من 80 جنيه، الحمد لله حصل هبوط بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة الراشدة. طيب نتكلم مع حضرتك عن إقبال الناس، يعني احنا فتحنا عدد كبير من المعاضر وزي ما حضرتك ذكرت كمان شوادر، الإقبال عامل ازاي من الناس؟ الإقبال غير عادي بالنسبة للمواطنين، لأن حضرتك بيشرفنا طبعا في المعارض بيلاقي السلع متوفرة بشكل كبير وبجودة عالية وأقل من مثيلتها في الأسواق من 20 لـ35%. وفي متابعة يومية عشان لو في سلع ولا حاجة خلصت أو في نقص في المعروض على طول بيكون في إمدادات ليها. الرقابة دائما موجودة على المعارض، احنا حضرتك مش مجرد مجهوداتنا ان احنا بنفتح المعرض، احنا بنفتح المعرض ثم تتم متابعته من بدايه الافتتاح وحتى النهايه على مدار اليوم، بحيث ان اي سلعه من السلع اللي هي موجوده في المعرض تنقص يتم امدادها على الفور، بحيث تكون موجوده باستمرار بنفس الجوده وبنفس الاسعار وبنفس الكميات. ازاي بيتم وضع آلية للحرص على تنوع المعروضات اللي موجودة في معارض أهلا رمضان من أول الأنواع للفئة نفسها في نفس النوع بحيث أنها تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية؟ طبعا للذوق العام لازم يبقى موجود كل السلع الرمضانية والسلع الاستراتيجية موجودة في المعارض. أنا عايز أقول لحضرتك أن في أحد المعارض عاملينه في محافظة القليوبية على طراز السوق المصري، بحيث إن حضرتك بتشرفينا في المعرض بتلاقي كل شيء موجود، حتى شغل الكنافة والقطايف معمول فرن موجود في المعرض، الضيف الدائم دايما موجود في سفرة رمضان، المقبلات والمشهيات برضو موجودة، الأعلاف موجودة، التوابل موجودة، البقوليات كلها موجوده، مفيش اي حاجه ممكن حضرتك تتخيلي ان هي تكون موجوده في الهايبر الا وموجوده في معارض اهل رمضان. عظيم. تمام، وفي كمان عربيات متنقله اعتقد. عندنا حضرتك منافذ متنقله وعندنا في مبادره في محافظه القليوبيه اسمها سكرك لحد بيتك، في الاماكن اللي هي بيصعب الوصول اليها او الاماكن اللي ما فيهاش منافذ ثابته بتبقى في طيارات متنقله بتوصل لحد المواطن جنب بيته عشان يتناول السلعه اللي هو بيدور عليها، سلعه السكر. دي للسكر بس ولا فيها حاجات ثانيه؟ دي اساسها السكر وبيبقى فيها عروض اخرى من باقي السلع الاستراتيجيه اللي هي حضرتك بتقدم للمواطن بسلع مخفضه.
أكيد. طيب إحنا اتكلمنا عن الرقابة على المعارض نفسها، ولكن الشوادر والعربات المتنقلة إزاي بتقدروا تتابعوا اللي موجود فيها؟ نفس ما يتم في المعارض، في المعارض حضرتك بيتم على المنافذ الثابتة والمتنقلة والشوادر، بحيث إن إحنا نحافظ على الجودة الخاصة بالسلعة اللي بتقدم للمواطنين. هيستمر ده ايام العيد كمان ولا خاص فقط بايام رمضان؟ هو مستمر حضرتك لنهايه شهر رمضان اللي بيلحقها طبعا ايام العيد، وقابل للتمديد بتعليمات معالي الوزير وفخامه الرئيس. تمام. التواصل بقى يا فندم مع المنتجين والعارضين ازاي تم؟ هل شفتوا منهم ان هم مستعدين ومبسوطين ان هم يكونوا موجودين في هذا المعرض؟ لانه برضو على الجانب الاخر بيحقق لهم نسبه مبيعات عاليه. دايما حضرتك قبل بدايه معارض أهل رمضان بيتم التجهيز قبلها حوالي شهرين تقريبا بالتنسيق مع الغرفة التجارية، بيتم انتقاء أفضل العارضين اللي ممكن يشاركونا حضرتك في المعرض عشان نضمن جودة المنتج أو السلعة المقدمة للمواطن، ونضمن طبعا التخفيضات اللي هي بتكون موجودة عليه. أكيد. كل الشكر ليك الأستاذ عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالأليوبية، شكرا جزيلا.